نعم، حبيت نضرب في واحد الحاجة اللي عندها مدة وانا نشوف فيها، وخصيصا هاد اليومين نتبع بزاف ناس في العمل الخيري في بلدان مختلفة، ونتبع واحد الشخص كان يهضر البارح على تبني ولا كفل اليتيم الفلسطيني. إيه وصدقوني والله 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 الموضوع هذا ما انتغاس بوكو بوكو، ما تقدرش تيماجينيو، خصوصا كي شفنا واش صرا في اطفال غزه وكأم العفسه هذه ماشي غير اثرت فيا، وكاين بزاف اطفال اللي ماتوا يمام وباباهم وقعدوا هكذاك ما عندهمش اللي يربيهم. اي دوك ما باليش نتبع في الحكايه، باسكو راني حابه نعرف اكثر، راني مهتمه اكثر. قولي لي انتم راكم مهتمين، مهتمه اكثر نعرف الاجراءات وكيفاش واذا نقدر اني نتبنى واحد منهم ولا نكفل واحد منهم، لانه ماذا بيا تفيدوني الناس اللي عندهم فكره، الناس اللي راهم في المجال هذا على كيفاش نقدروا نتبناو كفل ولا نتكفلوا بيتيم فلسطيني من اللي تقاسوا وفقدوا اوليائهم وراهم وحدهم، وكيفاش يقدروا يخرجوهم من البلد اللي راهي فيها ويجيبوا. يعني ما عنديش افكار، ما عنديش فكره ولا معلومه كيفاش. شفت بلي في الكويت داروا لهم جمعيه تتكفل بهذا الموضوع، في الجزائر ما عندي حتى فكره، في دبي ما عندي حتى فكره. الموضوع ما انتغاس بوكو بوكو، يعني من ما انتغاس بوكو، باسكو انا من الناس اللي جامي هضرت على هذا الموضوع في بوبليكمون، من الناس اللي قراب ليا ومي زامي كاع على بالهم بلي حابه يوما ما نتبنى طفله ولا قلتها كان كبر شويه كبر ولادي جو فو نتبنى. دونك واذا نقدر نتبنى طفل اللي فقد اولياء تاعو ولا طفله ولا مرتبه افكاري ونهضر نهضر من القلب. دونك اللي عندهم معلومات ولا جمعيات خاصه وتتكلف بهذا الموضوع، ولا ما عندكمش فكره ولا ما كانش رد بالكم هذا الموضوع، فكروا فيه وشوفوا لنا كيفاش نقدروا نحققوا هاد الشيء، باسكو جو سي مانيش وحدي، وكاين بزاف جيو ان كونفرساسيون مع بوكو دفام اللي جاتهم نفس الحاجه في راسهم، انه اوكي هاد الاطفال شكون بيهم، هاد الاطفال شكون يقدر يعاونهم ويتكفل بيهم مكامل. سو يا كان نقدروا كيفاش نقدروا يا نتكفلوا بيهم تكفل يا تبني. فوالا هذه هي جيسبر اللي عندهم معلومات ولا اللي عندهم ولا بلك تلحق هاد الرسالة للجهات المعنية، الجهات المسؤولة والجهات اللي تقدر تسهل هاد الأمور، خدوها ان كونسيديراسيون بليز.